بمناسبة مرور عشرين عاما على بدء الحج إلى موقع عماد السيد المسيح بالمختص أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة يوم الحج المسيح العشرين إلى ذات المكان والذي يعد واحدا من أبرز المواقع المسيحية المقدسة في العالم تفاصيل أوفى في التقرير التالي بحضور الآلاف من المؤمنين رعى سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيربيت ستفت سبالا الاحتفال الذي أحيته الكنائس الكاثوليكية في المملكة في موقع عماد السيد المسيح في المغطس وذلك بمناسبة يوم الحج المسيحي وفي بدايه الاحتفال قدم سيادته باسم الكنائس الاردنيه الشكر لجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولرئيس مجلس امناء هيئه المغطس سمو الامير غازي بن محمد ولوزاره السياحه والاثار وهيئه تنشيط السياحه وكل الكنائس التي رافقت تطور هذا المكان على الاهتمام الكبير بهذا الموقع المقدس مشيرا الى التطور الرائع الذي شهده هذا الموقع على مدار السنوات العشرين الماضيه وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن الأردن ينظر للمواقع الدينية المسيحية والإسلامية من مبدأ رسالته الخالدة في الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، لافتاً إلى أن الدولة الأردنية مهتمة جداً بالعناية بهذه المواقع وحمايتها وتوفير الأمن والخدمات فيها. هناك برنامج أطلق في العام الماضي اسمه اردنا جنة عنده تطبيق جنة دجو ولكن في العام عشرين عشرين لأول مرة سيدخل على هذا التطبيق درب الحج المسيحي فمن يرغب في أن يزور أي مكان من أمكنة الحج المسيحي بإمكانه الوصول والحجز من خلال هذا التطبيق اللي هو جنة دجو هذه دعوه للجميع من خلال الاباء في الرعايه انا بتصور كل عائله في الاردن بيجيها على الاقل ضيف بالعام من اوروبا من امريكا من فلسطين من لبنان من مصر من اي مكان في العالم اذا في تردد بالحضور لا هناك اماكن كثيره المغطس على راسها ولكن نتطلع ان يكون ايضا زيارات لمكاور هناك في ترتيب لمكاور جبل نيبو ام الرصاص مادبا المفرق وكل المواك الأماكن الأخرى إحنا والحمد لله الله حبانا بأرض مقدسة في كل بقعة في كل شبر هناك أثر مقدس كل عام وأنتم بخير وكان سيادة المدبر الرسولي المطران بيت سبالا قد ترأس الذبيحة الإلهية والقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة عماد السيد المسيح الكاثوليكية بمشاركه رئيس ابرشيه الروم الكاثوليك في المملكه المطران جوزيف جباره الذي القى عظه القداس والتي تطرق فيها الى المعاني الروحيه للمعموديه معلنا وسط تصفيق حار من الحاضرين ان السيد المسيح عليه السلام اختار الاردن ليكون موقعا لعماده الذي اصبح محجا للمؤمنين ليس من السهل ان يقف المرء في هذا المكان الذي وقف فيه السيد منذ أكثر من ألفي سنة وأن يخاطب الجموع السيد المسيح منذ أكثر من ألفي سنة وقف صامتا في هذا المكان وقبل المعمودية من يوحنا المعمدان بالطبع نتساءل جميعا ولماذا يحتاج السيد ان يعتمد وهو المنزه عن كل خطيئه وهو الذي لم يعرف خطيئه في حياته هل كان بحاجه ان يقبل معموديه التوبه التي جاء بها يوحنا المعمدان والذي كان الشعب اليهودي يقبل اليه في هذه الاماكن ويعتمد لمغفره الخطايا بالطبع السيد المسيح لم يكن بحاجه لهذه المعموديه لانه كما قلت كان منزها عن الخطيئه ولكنه حمل خطيئه البشر حمل خطيئه كل واحد منا الى منتهى الدهر يوحنا وقف في انجيل القديس يوحنا وقال هذا هو حمل الله الرافع خطيئه العالم لاجل ذلك جاء السيد واعتمد في مجاري الاردن ايضا حدث معمودية السيد المسيح إذا أردتم هو الحدث الأكثر تاريخية في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد إذا كان الإنجيليين مرقس ويوحنا يصمتان عن ميلاد السيد فإن الأربع إنجيليين متى ولوقا ومرقس ويوحنا يتكلمون عن معمودية السيد: أمام معموديتكم أنتوا أخذتوا أقدس شيء وأغلى هدية أخذتوها من أمكم ومن أبوكم، ولازم ولازم تعطوها لأولادكم، لازم تربون على التربية المسيحية لازم تنموا حياة المسيح في حياتهم لازم تنموا فيهم محبتهم للكنيسة محبتهم لكنيستكم محبتهم لهذا البلد اللي اسمه الأردن اللي خصيصا جاء السيد له المجد واعتمد في حوض نهر الأردن واشتمل الاحتفال الديني الذي حضرته الدكتوره باسمه السمعان مديره مكتب نورسات الاردن على مباركه مياه نهر الاردن المقدس ورشه على جموع المؤمنين ورفعت خلال القداس الصلوات والترانيم من اجل ديمومه الامن والاستقرار في المملكه والسلام في عموم منطقه الشرق الاوسط والعالم. وفي نهايه القداس القى امين سر البطريركيه اللاتينيه الاب ابراهيم الشوملي كلمه شكر وتقدير لكل الجهات الرسميه والكنسيه والامنيه والجيش العربي ووسائل الاعلام على الجهود المشتركه المبذوله لانجاح هذا الاحتفال السنوي.